كان في دماغه انه يطفي نار الفرن اللي جواه، لكن العيون بتقول يتحرش بيهم. لا يا عم. اهلا بيكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعه مع حنفي، قناه مخصصه بالكامل لعالم الجريمه، لكن بنقدم النصيحه، التوعيه، وشيء طبيعي الجريمه لا تفيد، لكن اللي يهمني نتعلم من اخطاء غيرنا. بدعوكم للاشتراك في قناه ساعه مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار. ايه الموضوع؟ ايه الجريمه البشعه النهارده اللي هنقولها؟ جريمه بكل المقاييس. كتير من الستات لما تتطلق يقول لك الولاد في حضانتنا، انا الام، انا امهم، ما حدش هيكون احن عليهم مني، انا اللي هراعيهم وبعناية اوكلهم واشربهم. فالقانون عطى للام ان هي الوصي على اولادها، ليها حق الحضانه وليها شقه تقعد فيها، صحيح، هي دي الام. طيب احيانا الام لما تلقى عندها بنات وبنات كبيره عدت ال 14 و15 سنه وجوزها بيطلقها، ولا جوزها بيموت، او جوزها او هي بتطلب الطلاق للضرر، ايا كان. في ستات يقول لك لا مش هقدر اتجوز. ليه يا ست؟ انت لسه صغيره، انت في الثلاثينات ولا في الاربعينات. تقول لك لا، ما دخلش واحد غريب على اولادي، وخاصه لما يكون عندها بنات كبيره 14 و15 سنه. تقول لهم لا، وهدخل واحد غريب على بنتي او على بناتي؟ لا يا عم، يتحرش بيهم. لا يا عم. وفي ناس يقول ده شرع ربنا، هو ربنا كان قال حلال لو عارف ان في ضرر على بناتك؟ لا يمكن طبعا، ده ربنا حل ليكي تتجوزي ما دام جوزك طلقك او جوزك مات او انت طلقتيه للضرر، مسافر وبيغيب عنك كتير وانت مش قادره، من حقك تطلقي ومن حقك تتجوزي، ده شرع ربنا. ايوه بس عندي بناتي ادخل عليهم راجل غريب. يا ست بناتك مؤدبين، وانت خلي عينك على جوزك، ما فيهاش حاجه دي. فاحيانا بتلقى نفسها مش قادره، صراع من جواها بين حبها انها تتجوز وتعيش حياتها وتلبي رغباتها، وبين حبها لبناتها وخايفه ان راجل غريب يجي يبص لهم. الواحده في البيت تدخل تستحمى، تلبس قصير، تلبس طويل، تبقى نايمه عريانه، وده راجل بالنسبه لها هيبقى غريب على بناتها مش ابوه. لكن احيانا الرغبه وبروده الجو والحاجه الى الونيس واللي يدفي بتخلي الام تقول لك ربنا بقى هو اللي يستر وانا هتجوز. وبالفعل القضيه دي حصلت في مدينه السلام القاهره. الاب خلاص مات، الام عايزه تتجوز، اتجوزت، وعندها بنت عندها 14 سنه جميله اسمها لبنى، وهي فعلا لبنه القلب، طول بعرض وشعر وجسم، حاجه جميله. الراجل من ساعه ما اتجوز امها وهو قاعد يبص لها، صحيح هو راجل مؤدب، صحيح ما صدرش منه اي حاجه، لكن العيون بتقول اللي اللسان احيانا ما يقدرش يقوله. العيون احيانا تحب والقلب ما يقدرش يصرح، احيانا العيون تفرغ اللي جواها بكلام يمكن احمد شوقي ما يقدرش يقوله، لكن العيون تقول. احيانا يا جماعه العيون بتفضح صاحبها، القلب مستخبي ومحدش بيشوفه، لكن العينين قدام كل الناس شايفاه. يا سلام على نظرة المحب لحبيبه، يا سلام على نظرة المحب للي بيعشقه، بتتكلم، بتفضح، بتصرح من غير اللسان ما يتكلم. الست شايفه جوزها وهو من اول يوم بيبص على بنتها، لكن مش قادره تقول لجوزها حاجه، الراجل ما صدرش منه حاجه، ولو على العيون، العيون مش هتخسر حاجه. ويا بنتي خلي بالك من نفسك، ده برضه جوز امك وما ينفعش يا حبيبتي. والبنت تقول لها يا ماما ده زي بابا، انا عمري يا ماما ما هيشوفني عريانه ولا عمره هيدخل اوضتي وانا قافله على نفسي بالمفتاح. ودارت الايام ومشت الايام، وعدى شهر واثنين وثلاثه واربعه، وكل واحد ما بيتكلمش. الست مع جوزها عايشه، والبنت مراعيه نفسها وكيفه على نفسها وقافله اوضتها على نفسها، والراجل بالحب وبالقلب مفيش حاجه باينه، لكن العينين فاضحه. وفي يوم من الايام قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون في ليله من الليالي الشتاء الساقعه دي، الام قاعده هي والبنت والراجل، والراجل كل شويه يبص على التلفزيون ويختلس نظرات للبنت، والبنت لابسه حشمه مفيش اي مشاكل، لكن القلب وما يهوى والعين وما تعشق. فقال لهم نفسكم في ايه؟ فالبنت وهي قعدت والله العظيم يا عمي لو احسن حاجه تجيب كباب وكفته. فالراجل قال والله العظيم يا بنتي، خد يا ام لبنى هات لنا دلوقتي كيلو كباب وكفته وطحينه وسلطات من عند الحاتي تحت، خليه يسويهم واطلع بيهم. الام فرحت جت هيتعشى عشويه حلوه، ما تنزل انت؟ قال لها والنبي انزل في البرد ده؟ لا يا حبيبتي بنتك اللي عايزه انزل يجيب لها. الام على غير العاده مش مظلتش ولا شك، خدت الفلوس ونزلت تحت تجيب الكباب والكفته، والكباب والكفته عقبال الراجل ما يقطع اللحمه ويحطها على الفحم ويشويها بتاخد وقت، واحيانا بيكون مقطع اللحمه ومجهزها بيحطها على الفحم بتاخد وقت، وخاصه انه موصيها وقال لها تقفي قدامه ما تجيبيش من البرد اللي عنده، احنا عايزينها سخنه بنار الفرن. نزلت الام وهو كان في دماغه انه يطفي نار الفرن اللي جواه. الاب مجرد او الزوج مجرد ما الست نزلت فضل مره واحده قام من على الكنبه اللي قاعد فيها، قاعد على الفوتيه اللي جنب البنت بيتفرج على التلفزيون وعمل نفسه انه بيضحك ويهزر معاه، ولا انت خايفه معايا؟ خايفه مني يا لبنى؟ تعالي يا بنت انت زي بنت، وراح واخدها في حضنه. البنت قامت منطوره وقالت له ايه يا عم في ايه؟ ده انت مرة انت جوز امي. قال له في ايه يا حبيبتي مالك؟ خايفه مني ليه؟ ومره واحده هاجمها وهوب ابتدى ان هو يقطع لها هدومها وراح شايلها مدخلها حتى مش على سريرها هي، على سرير مراته اللي هي امها، وما سابهاش غير لما فرتك لها كل هدومها واغتصبها اغتصاب كامل وعاشرها معاشره الازواج، وقال لها قومي عشان تبقى تخافي على نفسك وتقفلي على الباب، خلاص من هنا ورايح ادخل براحتي واطلع براحتي وعمرك ما تتكلمي، واوعى تقولي لامك هطلقها وارميكم انتوا الاثنين بره. البنت انهارت ومش عارفه تعمل ايه، ودم شرفها على سرير امها. الام جت بالكباب والكفته، البنت اول ما شافت امها ما قدرتش تكتم اللي جواها، صرخت وقالت يا امي عرضي وشرفي الاب اللي المفروض شايفني زي بنته شافني زيك ونام معايا، وادي هدومي وبراءتي ان انا مظلومه وقطع لي هدومي، وادي دم اللي يثبت شرفي، لكن انا اعمل ايه في جوزك؟ الام صوتت ولمت الناس ودخلوا الناس وعملوا محضر للراجل. الراجل قدام وكيل النيابه قال لك ايه؟ غصب عني. البنت جميله وما قدرتش اقاوم نفسي، والام نزلت كباب وكفته، وانا شخصيا ما قدرتش اقاوم البنت. اعترافات تفصيليه. هنا بقى في تجربه زي كده نقول لكل ام عندها بنت ما تتجوزش ابدا، هي اساءت لاختيار الزوج، لو اختارت واحد بيراعي ربنا وسالت عليه ما كانش بص لبنت مراته. لكن احنا للاسف همنا كله نتجوز وخلاص، لكن ده اخلاقه ايه؟ ابدا. واحيانا بتبقى اخلاقه زفت وتلاقي الاب والام يقول لك ايه؟ لما يتجوز ربنا يهديه. طب يا اخي ما تاخد الفقير وتقول بكره وبعده ربنا يغنيه، اشمعنى لما يكون اخلاقه زفت ومعاه فلوس نقول بكره ربنا يهديه، ولما يكون اخلاقه حلو وفقير ما نقولش ان بكره ربنا هيغنيه ليه؟ دايما بنبص للفلوس، دايما بنبص ان الراجل عنده شقته وعنده حاله ومال. في النيابه اعترف الراجل وقال انا ما قدرتش اقاومها، البنت حلوه، والبنت صرخت وقالت شرفي منها يعوضه لي، والام بتزعق بتقول غلطه بنتي عندي انا اللي اتجوزت ودخلت راجل. بس الام بامانه ما غلطتش، من حقها تتجوز وتعيش حياتها زي اي ست، لكن غلطتها الوحيده ان هي اساءت الاختيار، غلطتها الوحيده اللي سابت بنتها مع هذا الراجل. كانت ممكن تقول لبنتها ادخلي يا بنتي وقفلي على نفسك، او تعالي معايا يا لبنى نشتري الكباب والكفته، لكن سابت الراجل مع بنتها وقالت الدنيا امان، وما تعرفش ان الامان راح، وزمن الامان راح، بقينا في زمن والله ما الكلاب حتى، لان الكلاب فيها الوفاء وعمر الكلاب ما تخون، لكن الراجل ده للاسف زنى زنا محارم، ده بنت مراته. لكن نقول ايه؟ جريمه بشعه حصلت في مدينه السلام والقاهره، على فكره دي في شرق القاهره. مدينه السلام البنت عندها 14 سنه، يعني قتلها، ده قتل، اللي عمله الراجل ده قتلها. مين هيصدق ان تم اغتصابها؟ لما الطب الشرعي فعلا اثبت انه تم الاغتصاب، لكن هل الام هتمشي بورقه كل ما حد يقابلها يقول لهم غصب عن بنتي ده بنتي تم اغتصابها؟ الكلام مش هيكتر ويتقال عليها سين وصاد وعين، والف من يحب يخوض في السير، والف من يحب يتكلم في اعراض الناس، والف واحد يزود في كل كلمه الف، ولا يهمه لا رب ولا عبد، همه كله يكون حديث ومفتوح والناس كلها تقعد تسمع. وعندنا الناس ما بتحبش غير الكلام في الاعراض وفي الشرف، لكن لو في الدين يقول لك ايه اللي يا عم هات لنا قناه فيها اغاني ولا افلام. بقينا الدين دلوقتي عندنا زي ما يكون حاجه بتنغص ضميرنا، مش المفروض ان هي بالصح ضميرنا وبتوجه بوصله الاخلاق عندنا. بقى الدين بالنسبه لنا حاجه بتوجع قلبنا وتصدع دماغنا، لكن عشان تنور قلبنا وعقلنا وتخلينا نشوف الطريق الصح لا مش عايزين. البنت راحت والام راحت والراجل في السجن، طب ايه اللي استفدناه؟ يا كل ام عايزه تتجوزي حقك، بس اختاري، لانك هيعيش جوزك ده هيعيش في وسط بناتك، وحتى لو اولاد برضه لازم تبقى عينك عليهم، لانه في الاول وفي الاخر مش ابوهم، هو بالنسبه لهم غريب. ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.